السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت منكم طريقة مثالية باش تكتسبوا عادة جديدة ولا تدخلوا عادة جديدة في حياتكم ولا في الروتين اليومي تاعكم. هاد المبدأ هذا يقولوا تكديس العادات. كيفاش يخدم هاد المبدأ؟ هاد المبدأ انك تحكم عادة موالف ديرها، بار اكزومبل تنوض صباح تشرب كاس قهوة، ولا انك تمارس الرياضة، ولا تلعب العاب الفيديو، وتقول بار اكزومبل بلي مور ما راح نشرب كاس قهوة صباح ندير هاد العادة. بار اكزومبل مور ما نشرب كاس قهوة صباح نقرا صفحة من القرآن الكريم. هكذا عقلك يبروغرامي ويبرمج هذيك العادة ضمن العادات اللي كان يديرهم قبل. دونك تجي حاجة سهلة باش يابليكيها وما يحس باللي مشروع كبير ويحتاج انك تبذل مجهود كبير، باسكو العقل يحب حاجة سهلة. يعني بينو البلاصة اللي حدير فيها هذيك الحاجة، وريلو الوقت اللي حدير في هذه الحاجة. بار اكزومبل قول بلي بار اكزومبل راح ندير نقرا كتاب مور ما نلعب الالعاب الالكترونية. بار اكزومبل انا عندي عادة نلعب كجو في الحاسوب ولا في كاش حاجة، نقول بلي مور ما نكمل نقرا صفحة من كتاب. دونك العقل يبرمج هذه العادة ويصيبها حاجة سهلة بالنسبة لي. السلام عليكم ورحمة الله.